يبقى دلوقتي الـ have other two inputs و two output. الـ output يا إما في sum with carry. لو أنا جمعت جمع العادة هوت 0 0 يدي الصم 0 ومفيش كاري. الحالة التانية 1 ومفيش كاري 1 ومفيش كاري. لو قلت 1 1 يبقى 0 كاري 1. لو جيت أعمل الريبريزنتيشن بتاع ده جبريا همثلهم بالستيتس تمام، هلاقي إنهم بيمثلوا يتم تمثيلهم بإكسكلوزيف أور إكس إكسكلوزيف أور سوري الاكس والواي هيبقى الاكس اكسكلوزيف اور الواي. لو جيت ابص هنا اهو هلاقي الاستيت هنا ب1 والاستيت هنا ب1، يبقى دي واي اكس كومبلمنت وهنا اكس هنا واي اكس كومبلمنت وهنا واي كومبلمنت اكس. واي اكس كومبلمنت اور واي كومبلمنت اكس هي الاكسكلوزيف اور بين الاكس والواي، يبقى ادي الاكس والواي عملت منه اكسكلوزيف اور يديك الصم. طب الاس السي الكاري هلاقي ان الكاري علاقته زي الاند بالظبط، يبقى هو كانه اكس اندد مع واي، يبقى ده الاكس والواي اندد يديك الكاري. يبقى ده الريبريزنتيشن بتاع الهاف ادر. لو بقى فول ادر، الفول ادر عباره عن 3 انبوت بيبقى اكس وواي وزد. ممكن يكون الزد ده كاري جاي له من بريفيوس ستيت، يعني الزد ده ممكن يكون كاري جاي له من ستيت قبل كده. لو بصينا دلوقتي هنلاقي ان ده 3 انبوت، يبقى ادي التروس تيبل بتاع 3 انبوت. ونعمل عادي عمليه الجمع، جمع باينري زي 3 اصفار جمع يدي الصم ب 0 مفيش كاري. لو 1 زائد 0 هنا 1 ومفيش كاري. لو هنا الحاله دي مثلا 1 زائد 1 زائد 1 يدي 0 كاري 1. اقصى حاجه لو 1 زائد 1 زائد 1 الثلاثة دول مجموعين هيدي 1 كاري 1. هو ده الجمع العادي. لو عملنا الكي ماب بتاعهم او بصينا على الستيتس هنا اللي فيها الاس بواحد، هلاقي الاس بواحد في الحاله دي اللي هي اس نوت اس بزيرو واس 1 الاس بواحد واس 3 ما دي الاس اهي 0 1 2 3 الاس 3 بزيرو بينما الاس 2 ب 1 وهكذا في الباقي. السي مختلفة تمام، السي برضو بنفس الطريقة بعملها. لو بصيت على الكي ماب بتاع دول هلاقي ان هو ممكن كأنه اكس اكسكلوزيف اور واي اكسكلوزيف اور زد، وبيتم شرح دي بالتفصيل في المحاضرة. لو بصينا الريبريزنتيشن بتاع الاكسكلوزيف بتاع الفول ادر هنلاقي زي ما لسه قايلين ان الاكس اكسكلوزيف اور واي اكسكلوزيف اور زد، يبقى في عندي 3 انبوت اكس واي زد. بعمل اكسكلوزيف اور بين كل اثنين مع بعض كونسيكونس، والناتج بعمل له اكسكلوزيف اور مع الثالث الزد يدينا الصم. بينما السي اكس واي اور اكس زد اور واي زد، يبقى ثلاثه اند جيت بين كل الحاجات دي. دي احد طرق التمثيل، او احد طرق التمثيل لو ما عنديش غير ما عنديش اكسكلوزيف اور اقدر امثلها باللوجيك جيتس العاديه زي ما هو باين، وبرده بناخد الدرايف ده بالتفصيل. طيب لو انا بجمع اكتر من 2 بيتس، اكتر من لان ده بيجمع لي 2 بيت ومعاهم كاري جاي من سابق، لو بجمع مثلا 4 بيت او 8 بيت او اكتر، ده مثال اهوت. لو انا بجمع اكس نوت اكس 1 اكس 2 اكس 3 زائد واي نوت زائد واي 1 واي 2 واي 3، بجمع الاكسات على الوايات، فانا بدخلهم على الباينري ادر اللي احنا عارفينه. فبنجمع كل 2 بيتس مع بعض واخد الكاري بعمله انبوت للنكست ستيت، اخد الكاري انبوت للنكست ستيت، لان كل فول ادر ده يعتبر هاف ادر او فول ادر والكاري ما فيش. اكس نوت واي نوت يبقى في صم وكاري، واخد الكاري هو الانبوت للايه للفول ادر اللي بعده، يبقى اكس 1 واي 1 الثاني ثاني 2 بيتس اللي هي الاكس 1 مع الواي 1 بجمعهم. انا بجمع اكس نوت واي نوت والناتج يدي كاري اضيف على اللي بعديه، يدي الاوت صم وكاري على اللي بعديه، صم كاري على اللي بعديه، وهكذا لحد ما اوصل للاوت. فده بنسميه يا اما بارلل صامنج للفول ادر، او كانه كاسكيدد او بارلل كونكشن للفول ادرز، ونلاحظ ان الكاري بتاع البريفس ستيت يتجمع يتحط كانبوت للنكست ستيت. لو عندي اكتر من كده 8 بيتس فانا بعمل حاجه اسمها الكاري بروباجيتس، باخد التوتال كاري من واحد فيهم اوديه كانه انبوت على النكست ايه على النكست ستيت.
اوكي ممكن يعمل مالتي ستيت بهذا الكلام لو بجمع اي نمبر اوف بيتس. الكومباريتور بيقارن لي بالبساطه جروب اوف بيتس ايز وجروب اوف بيتس بيز، مجموعه باينري بيتس ايهات ومجموعه باينري بيتس بيهات، وبيقارن هل هم ليس ذان اور ايكوال اور جريتر ذان. هل الاي اقل من بي، مجموعه الايهات اقل من البيهات، مجموعه الباينري بيتس بتاعت الاي اقل ولا بيتساوي ولا اكبر. الموديول الرئيسي فيهم باينري، يعني بيبقى باينري موديول زي ده تمام، وبكرره ده موديول اهو بيتكرر. بقارن بين بيت مع بيت، يا اما التو بيتس دول بيساووا بعض يبقى في سيرتن اوتبوت، يا اما التو بيتس دول الاي اكبر يبقى الاوتبوت ليه حاله، او البي اكبر يبقى الاوتبوت ليه حاله ثانيه. طبعا بالتفصيل دوت باخده وبقارن وبقرر اذا كان الاوتبوت ايه اقل من بي او اكبر من بي او يساوي بي، ده التوتال بقى لو ايه لو الاربعه بيتس كلهم، وده بيتاخد كشرح للماجنتيود كومباريتور بالتفصيل في هذا الجزء. بعد كده في الانكودر والديكودر، الانكودر والديكودر بنبص عليه برضو ونشوف الاوتبوت بتاعهم